برنامجتي راس مالي كل صباح ثلاثاء الأسبوع مع الدكتور عبد الإله المدني أخصائي في طب الأطفال بريبات. صباح الخير دكتور. صباح النور. كيف صبحتوا؟ الحمد لله. الحمد لله. البارح حلينا واحد الموضوع واليوم إن شاء الله غنزيدوا نفصلوا فيه ونزيدوا نتكلموا عليه، ألا وهو اللوزتين ولا الحلقم اللي الكثير من الوليدات وفي هذه الوقيتة هذه يعني كيجيوهم الحلقم يعني كيبراو وكعاو تاني كيجيوهم حلقمات أخرين ويبراو عاو تاني وينوضوا عليهم الحلقم، فنبغيو نتعرفوا معاك منين كيجيو هاد الحلقم، شنو هو السبب دياله؟ الحلاقم هما بحال اللي قلتي اللوزتين ولا هما ديك واحد جوج كويرات كيكونوا في الجنب ملي تيحل الطفل الفم ديالو كاين الحلق الداخل بحال هذا دخلنا في شي بيت هو الحيط اللي مقابلنا اللي كيكون تما التهاب تسمى فارنجيت، التهاب غير ديال الفارنكس اللي تيكون فيغال، وكاين في الجناب ديالو بحال شي جوج تصويرات معلقين من الحيط من هنا ومن هنا كبرين، هذوك هما اللوزتين. وهذوك اللوزتين تا هما بالمرة تيوقع فيهم تعفن. ملي كنقولوا تعفن كنقولوا ميكروب. أيه. والميكروب يا إما فيروس يا إما بكتيريا يا إما بارازيت. منين كتجي؟ كتجي في الهواء كاينة كدور وكتكون في الفم ديال بعض الأطفال مثلا أنا فيها الحلاقم. أيه. ملي تجي الطفل تيقرب ليا وتما الهضرة أنا وياه. عدوى ديك البزيقات صغيرة ولا ما تيبانو لناش تيخرجو لنا من الفم ولا كيعفس عليك شي واحد ولا هذا وكتدخل الفم الاخر. اذا ديك الساعات كديك الميكروبات كيستقروا في ديك اللوزتين وكيتطوروا وكيبداو يتوالدوا وتبداو يعطيو بحال القح كيفقدوا وصلوا حتى القح بحال كاع الميكروبات كامل وكيتنفخوا غير هو المشكل هي اللوزتين 90% هي فيرال فيروس. وشنو الفرق بين الفيروس والبكتيريا؟ هي البكتيريا تيخصها لازم الانتيبيوتيك والفيروس عطينا ولا ما عطناش الانتيبيوتيك ما تندلوها ليه لانه ما تيقدرش فيه الانتيبيوتيك. غير المشكله كيعطيونا هذا الحلاقم علاش ديما كنعطيو الانتيبيوتيك حنا في المغرب؟ لان كنخافوا من المخلفات ديالهم. اييه. والاكتريا في الاول هو اللي كنسميو الروماتيزم ديال القلب. اييه. لا كيكونوا فما فاصيل تيولوا تيضروا تيوليو حمر منفوخين. وكيقدر يقيس لنا الصمامات ديال القلب. في واحد الوقت كانت 70-80% ديال الاطفال اللي فاتحين على القلب سببهم الحلاقم، لان هذيك الساعه ما كانش لي زونتيبيوتيك وما كانش الاطباء بزاف وكان تعفن كثير وكان ما كانش فيجيان ما كانش النظافه. والعلامات ديال هذا الحلاقم ايه ولا هذا الفيروس بالضبط اللي يعني نعتبر الفيروس البكتيريا اللي كنخافوا منها البكتيريا اللي كتخاف منها والفيروس والفيروس الفيروس ما تيعطيش مخلفات ماشي مشكل. واخا اذا البكتيريا شنو الاعراض ديالها؟ امتى نقولوا كاينه بكتيريا؟ اول حاجه كيبداو الاطفال كيبدا يضرهم راسهم ايه وكتضرهم كرشهم، لان عندنا مصيرنات وداير بهم واحد ولاسس، ديك الولاسس عندهم نفس التكوين بحال ديك اللوزتين. اذا ملي اللي كيلتهبوا اللوزتين الجسم تيدير المناعه بحال الانتيكور، ديك الانتيكور تيخلطوا بين اللوزتين وديك الولاسس ديال المصان، اذا الطفل تضرو كرشو. اييه. كيضرو راسو كتحس به ماشي هو هذاك، تيقول لك هابل مسخسخ كل واحد كيفاش تيسخن. السخانه كتبدا تطلع في الاول غير شويه ولكن الطفل تيبلع باقي ما تيضروش حلقه في الاول، لان بزاف الناس يقول لك ما فيهاش الحلق ما هو تيبلع مزيان ما تيضر والو ما ملي كيوليو بويض وملتهبين النيت وهذا عاد كيوليو مقيحين نهار الثالث الرابع عاد تيبدا يوليو منفوخين وكاين واحد المقاطي بويض كتسمى بيلتاسي ولا مقيحين النيت وكتولي تتجي تفتفى بحال البرد الرعده ديال البرد وتيولي الطفل رعين السخانه تيقدر يهتر. اذا ماشي ديك الساعات حسنا نقولوا ديك الساعه راه طفل واحد ثلاث ايام اربع ايام فاتو بلا المرض. نعم. وبعض المرات من غير القلب تيقدر يقيس لنا العضل لي زارتيكولاسيون مفاصل. مفاصل. ما كاينش هذا وقت الطفل كيضربوا كاع المفاصل بحال اللي كيكونوا حمر منتفخين وملي كنحركهم تيضربوا، خصنا نفكروا في حلاقم وكتكون ديك الساعه مستعجله هذاك بحال انذار. بعض المرات كيقيس الجلد. الجلد اييه. كيقول لي الطفل كل واحد المخيطات حمر خفيفين من الفوق ومن بعد يومين ثلاثه كيولي بحال فرينه كتقشر. هذيك سميتها لاسكارلاتين، حتى هي مخلفات ديال
الحلاقم الحلاقم ومضاعفات والاخطار اللي كيعطيو الحلاقم. حاجه اخرى تيقيسوها الحلاقم من الدواء هما الكلاوي. الكلاوي والله يحفظك. الكلاوي كيعطيو غلوميرولي فريت ايبو ديك الصفايه ديال الكلوه اللي كتصفي الدم من كاع المشاكل كتقاس. اذا الطفل كيولي كله من فوق لان البروتينات كيبداو ديك الصفايه كتجي بحال التقابي ديالها ولاو كبار حتى البروتينات كيهبطوا مع البول. ملي كيمشيو البروتينات لا بريسيون كتنقص كيولي الطفل كله منتفخ يعني منتفخين تيولي كيبول الدم لان حتى ديك الجلوبين غوج الكويرات الحمر تيبداو يدوزوا في ديك الصفايه ديال الكلو انما كتبقى الصفايه مزيانه الكلو ما تبقاش تصفي مزيان. وبعض المرات كيقدر يعطينا مشكل ديال الانسيفيسونس غينال وقصور الكلوي اللي الطفل كيبدا يدير معاه لا دياليز طول الحياه. واخا سؤالي نعم هذا هو سؤالي هو كيفاش نتفاداو هذه المشاكل وما نوصلوش لهذه الحاله؟ واش كاين شي وقايه؟ وحتى الا ما كانش والطبيب ديالنا نصحنا باش نحيدوا اللوزتين ولا الحلاقم امتى كنوصلوا لهذه الحاله هذه؟ المشكل ديال الحلاقم هو ما تعطوش مناعه. ماشي بحال مثلا بحرون تيجينا مره في الحياه ولا بوشويكه مره في الحياه صافي جات راني درت المناعه ديالي وما عاود يرجع لي. هاد البكتيريا تقدر مثلا اليوم ساليت الدواء غدا تلاقيت مع شي واحد فيه ديك البكتيريا ستريبتوكوك عاوتاني من بعد 40 50 وقت يعاود يجوني الحلاقه. نعم وهذا هو الخطر ديالهم. اذا كينتقلوا بسهوله. بحال اللي قلت كدروا راسو ماشي مزيان كرشو ديما نطلو يعلمنا الطبيب نطلو عليهم راه ساهله كتشوف بعينك واحد الحاجه. الا كانوا خص لازم الطفل ياخذ لونتيبيوتيك ما كاينش هذاك لونتيبيوتيكيه لونتيبيوتيك لا كاين شي حوايج اللي لازم والا تنخاطر ولادنا بحال مثلا الودنين الا ما داوش مزيان كانوا مقيحين تيعطونا المينانجيت لانفيكسيون اورينيغ ولا التعفن البولي الا ما داوش كيعطينا القصور الكلوي. وحلاقم الا ما داوش يقدر يعطينا القلب وهاد المشاكل. نعم نعم اذا كانت فارنجيت فيغان داوي ما نداويش ما كيبدل والو نقدر ما نعطيش لونتيبيوتيك ما خصنيش نعطيه. اذا هذا هو المشكل هو اننا تكون هاد المراقبه للاباء المراقبه لان ما كاينش ليجيان ليجيان هو النظافه وهذا الطفل كيلعب مع طفل ما يمكنش تفرقوا لان صعيب. وكثير في المدرسه شي جالس حدا شي تيعادي شي وقتاش تنحيدوهم ملي كيولي داك الطفل بزاف وكيجي ديما بهم مقياح وتيبدا يبان مثلا عليه الحريق المنفصل ولا كيدير ليا شي كومبليكاسيون مثلا لا سكارلاتين الجلد او لا في العام كيولي وفي العام كيولي سته ولا سبعه المرات وهو عنده الحلاقه ملازمينه. كاين اللي كوشر كاين اللي كوشر كاين كنشوفوهم دونك في هذه الحاله ينصح بازاله اللوزتين هذيك ما كيحيدوا المناعه كيحيدوا تماما هذا هو التفكير ديالنا كيقول لكم ما حمايه لا لا ما كايناش هذه المساله. انا عطيتك البارح المثال ديال القشله القشله فيها 10000 عسكري ولا 5000 وجوج في الباب ماشي لا حيدوش في الباب صافي راه القشله فيها مشات هما عندهم واحد الطور في الدخول وفي واحد السن ولكن ملي كيوليو مقيحين ومثقوبين حتى لونتيبيوتيك ما تيبقاش يوصل لهم لان ديك العروق الدم اللي كيوصلوا الدواء كلهم تيوليو بحال مخدتين بحال مخرشفين بحال معودين على هذا. اذا حتى الدواء ما تيوصلهمش تيوليو الخطر ديالهم 1000 مره اكثر من الصلاحيه ديالهم. نعم نواصلوا معك دكتور في العمليه ديال ازاله اللوزتين ونخليوها الغدا ان شاء الله اللي بغيتي دكتور. كيتحيدوا عند طبيب لويغان عند اختصاصي العمليه كتاخذ واحد الساعه سهله وكيخرج بحاله في العشيه ضروري ما كانش يعني كيشرب سوائل ضروري لان ما خصوش ياخذ شي حاجه صلبه ولا هذا. دابا كاين المركب الجراحي معقم والنظافه ما بقاش بحال شحال هذه. نعم شكرا لك. تيبرا يومين بعد كان شي علمي. شكرا لك دكتور عبد الاله المدني غدا ان شاء الله نتلاقوا في موضوع اخر كيخص وليداتنا اكيد وصحه وليداتنا. شكرا لك.